اليوم زيارة إلى مشروع جسر أسكيموصل. هذا الجسر الذي دمر بفعل العمليات الأخيرة في محافظة نينوى، كان هناك فضائين مدمرين بالكامل. تم إحالة هذا المشروع إلى شركة جيدة، والعمل تقريبا في مراحله الأخيرة. تم إكمال فضائين بكل تفاصيلهما. كان هناك مشاكل فنية في بداية العمل وتم تجاوزها من قبل مديريتنا. الآن العمل في مراحله الأخيرة، عملية تبليط مقتربات الجسر، وإن شاء الله هذا المشروع يتم إكماله خلال مدة شهر تقريبا ضمن المدة المقررة. لا يوجد أي تأخير في العمل. شارع حيوي، وشارع كما ترون هو شارع لنقل كثير من المواد والمواد المقلعية، ومستقبلا أيضا هو يؤدي إلى سد الموصل ويؤدي إلى منطقة السد. إن شاء الله مستمرين بالعمل، مستمرين في محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2021 التي أطلقها السيد محافظ نينوى بإشراف مباشر من مدير طرق جسر نينوى، باشر شركة النجار للمقاولات الإنشائية العامة في مشروع صيانة وإكساء طريقة العطل الفيصلية المرحلة الأولى بطول 6 كيلومتر. بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 73%، بينما نسبة الإنجاز المخطط 41%.